وقتنا راحت. برق جهالنا نركض والطلق فوقنا ونركض كل شيء ما حصلنا. وهاي قالت اشوفي كل شيء ما حصلنا، جهالنا لا مدارس لا حصلنا على شيء، لا كل شيء ما حصلنا. عندي ولد واحد وراح بعد ايش عندي باقيه، طلعنا الكركوك تهجرنا، ظلينا 6 شهور رجعنا لبغداد. ما رجعنا لبغداد والله قعدنا بحي الجامعه يعني، بس شنو كنا ضيوف، من فتحوا مخيم الغزاليه دزونا عليه. ماي ماكو، هاي وحده عيال ارجع متي، حمامات النساء ماكو، وضعيت هاي التراب الغبار جتنا وهاي الوضعيه.